فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل قد تهيأ للسفر وأذن المؤذن لصلاة الظهر وهو ما زال في بلده. رجل قد تهيأ للسفر وأذن المؤذن لصلاة الظهر وهو ما زال في بلده، فخرج من البلد وبعد ساعة من مسيره صلى الظهر أربعا، يقول لأنها وجبت عليه في الحضر فأتمها، ثم جمع معها العصر تقديما وقصر العصر، فهل فعله صحيح؟ نعم، أدهم صلى أربع الظهر لأنه وجبت عليه تامة وأداها تامة، لا بأس بذلك، يجمع معها العصر ويقصر، ما في بأس. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.